ألف جنيه ده مبلغ سهل تدبيره، فالفئة المتعاقدة على هذه المساكن بالنسبة لها المبلغ ده كبير ومن الصعب تدبيره في أيام، لأن نسيت أقول لحضراتكم إذا ما دبرهاش خلال أيام العقد يعتبر لاغي. تكامهر اليوم عشرات من الحاجزين في مشروع أوراسكوم للإسكان التعاوني لإسكان محدودي الدخل بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك المطالبة بتنفيذ العقود التي وقعوها مع بنك الإسكان والتعمير للحجز بهذا المشروع. مشروع أوراسكوم للإسكان التعاوني أعلن عن البدء فيه في الأول من شهر يونيو من العام الماضي تحت مظلة البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والمشروع القومي للإسكان، ويقوم على توفير 55 ألف وحدة لمحدودي الدخل بسعر مناسب، مبنية بنظام الحوائط الحاملة خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر. ويقوم بتمويل هذا المشروع بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني. وقع الحاجزون بالمشروع عقودا تفيد بأن سعر الوحدة هي 65 ألف جنيه للوحدة بالأدوار العليا بمقدم حجز 10,000 جنيه، وللشقة بالدور الأرضي الملحق بالحديقة 15,000 جنيه، وعلى ألا يزيد قيمة القسط الشهري عن 25% من دخل العميل. لكن المتعاقدون فوجئوا بالشركة تطالبهم بزيادة سعر الوحدات بعد افتتاح الرئيس للمشروع لتصل إلى 35,000 جنيه كمقدم للشقة. كان إعلان البنك واضح وصريح، 15,000 مقدمة و20,000 مقدمة، دفعنا الفلوس من شهر واحد وراح السيد الرئيس فتح المشروع، وبعد فتح المشروع السيد الرئيس فوجئنا بجواب جاي لنا البيت بزيادة المقدمة ل 20,000 جنيه للشقة، يعني أنا مطلوب مني أدفع 20,000 جنيه زيادة، مين يملك؟ وفجأة النبي بيبعت له بيقول لي لا إحنا عايزين 20,000 جنيه فوق ال 15 وإلا نضطر إن إحنا نلغي التفصيل. طب إزاي 20,000 جنيه وإزاي وأصلا هي إحنا لما رحنا شهر واحد كانت المباني مبنية؟ وبعدين أنا بتعامل مع بنك ما بتعاملش مع مش في الشارع ولا بتعامل مع ناس سمسرة، انا جاي في بنك وحده حكوميه بتعامل معاها ازاي انت بعد ما نتفق على شروط وبعد ما امضي على العقد ازاي تيجي تطلب مني زياده باني وجه ده؟ كانوا بيقولوا لنا على اسعار في الاول ودلوقتي اسعار تانية خالص، زائد ان القيمه الاجماليه للوحده لما يعني هتوصل لحاجه 160,000 وهي اصلا القيمه الاجماليه ليها يعني كلها 55,000 بعد الدعم اللي احنا جايين عليه. المفروض ان هم عايزين 20,000 جنيه في خلال اسبوع، طب انا اجيبهم منين؟ انا جمعت 15,000 جنيه المقدم دي على قد امكانياتي زي ما هم اعلنوا، هم جم بعد كده يزودوا ما يزودوش دي حاجه ما تخصناش، حطوها على الاقساط احنا ما عندناش مانع. الحاجزون بالمشروع انتظروا تسلم الوحدات الجديده في الشهر الماضي كما وعدوا، ولكن حتى الان لم يتسلموا وحداتهم، وهو ما دفعهم للاستغاثه بالرئيس مبارك والاعتصام عده مرات امام بنك الاسكان والتعمير املا في الحصول على اي معلومه او لقاء اي مسؤول، ولكن دون جدوى. كان قايل لنا في الاول 160 جنيه القسط، فجاه بقى 375 دلوقتي، مش عارفين حاجه، يعني احنا مش عارفين حاجه، مش عارفين نسال مين ولا نكلم مين. احنا دلوقتي المفروض كنا نستلم 15/7، ولكن لغايه الوقت الحالي النهارده 26/8 وما استلمناش حاجه، فمش عارفين دلوقتي يا ترى فسخوا العقود ولا العقود يعني مستمره، مش عارفين اي حاجه. يعني المفروض سياده الرئيس يشوف لنا حاجه، لان المشروع ده المفروض ان شركه اوراسكوم عاملاه علشان خاطر البرنامج الانتخابي بتاع الرئيس. شركه تناست مع الاقبال الكبير اللي حصل هذا وبدات ترفع الاسعار ونسيت ان هو برنامج قومي للاسكان. اما رفعت الاسعار ممكن تكون ليها دلالات او ليها اي اعذار، ولكن هل في اعذار ان هي تطيح بالتعاقدات القديمه اللي تم التعاقد عليها بالفعل والناس بدات تستعد لحجز لسكن هذه الشقق؟ من ناحيه اخرى نفى مسؤولو بنك الاسكان والتعمير حدوث اي تقصير من البنك والقوا بالمسؤوليه كامله على الشركه. احنا متوقفين بقالنا شهرين لان بنطالب الشركه بانها تلتزم بتوقيع البروتوكول المبرم مع بنك التعمير والاسكان. هو دلوقتي هي الكره في ملعب الشركه مش في ملعبنا احنا، لان احنا لسنا مالكين لهذا المشروع انما نحن مسوقين ليه، بنسوقه وبنساهم فيه لانه مشروع زي ما حضرتك تعرف مشروع مبارك للاسكان، فاحنا بنساهم من اجل حل مشكله الاسكان. يوما بعد يوم تزداد معاناه الحاجزين بمشروع اوراسكوم للاسكان في انتظار اي امل لتحقيق احلامهم بالحصول على الشقه. حسام الدين حسين، العشرة مساء. المسلسل بيقول العدالة وجوه كثيرة، الحقيقة وجه آخر هنحاول نسمعه مع المهندس عمر الهياتمي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني. أهلا بحضرتك.
يا باشمهندس يا ريت توطي التلفزيون، حضرتك شفت التقرير مفصلا وفي اتهام مباشر لشركه راسكوم. اهلا بحضرتك. ان هي اخلت بشروط التعاقد وان في تلاعب بالناس. الو اتفضل يا باشمهندس. ايوه مساء الخير الاول، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. حضرتك بصحه وسلامه. واحنا ان شاء الله يعني مع دخله رمضان هيكون دخله اول ساكن لينا في المجتمع اللي احنا بنبنيه في مشروعنا للاسكان القومي بمدينه 6 اكتوبر في نص سبتمبر باذن الله. دي هو مش الميعاد 15/7؟ نعم. ومش الميعاد التسلم كان 15/7 قبل رمضان؟ ما فيش ميعاد 15/7 خالص، وفي يعني بعض الاخوه المواطنين جنبهم التوفيق. لكن اولا يعني مبدئيا احنا لم نوقع اي من العقود بعد مع الاخوه المواطنين اللي ظهروا، او اي من الاخوه المواطنين اللي اتقدموا للتمويل مع بنك التعمير والاسكان. ولكن هناك حوالي يمكن 500 عميل مع بنك التعمير والاسكان، ما زلنا بانتظار التشطيب النهائي للوحدات، حيث ان البنك المركزي لا يسمح اطلاقا بتمويل وحدات تحت الانشاء. باشمهندس انا مش فاهمه. اتفضل يا فندم. انا مش فاهمه خالص. يا حاج بتقول انه الناس اللي ماضيين دول مش ماضيين ولا حاجه ومفيش حد تعاقد معاكم على حاجه؟ لا. اذا كان البنك، اذا كان مسؤول البنك لسه شايفينه بعينينا دي، وهو بيقول انه في مشكله مع اوراسكوم، ان هو لا هو هو من ناحيه في مشكله، هو المشكله طبعا اثرها تغيير السعر، يعني ده بالاساس. بعض الاخوه المواطنين دفعوا المبالغ اللي طلبها البنك يعني بمقتضى سياسته، ولكن اللي عايز اقوله بالنهايه ان هناك التزام مشترك من الشركه والبنك، هناك بروتوكول تعاون موقع مع بنك التعمير والاسكان، واحنا في جميع الاحوال جاري حاليا عصر هذه المشكله، احنا على اتصال بشبه مستمر مع قيادات. يا باشمهندس معلش ما تاخذش ذكائي، انا برضو مش فاهمه. حضرتك بتقول دلوقتي ان التعاقدات اللي ما بين المواطنين والبنك غير ملزمه لكم؟ لا هو انا اولا انا ما حقيقه يعني احنا لسه لم نوقع كشركه، هناك عقد ثلاثي، يعني التمويل العقاري بيقوم على عقد ثلاثي ما بين الجهه المموله وما بين المطور العقاري اللي هو احنا في الحاله اللي هي شركه اوراسكوم للسكن التعاوني، وما بين المواطن. فانا ما اعرفش البنك وقع ايه، لكن اللي انا اعرفه ان شركه اوراسكوم لم توقع بعد اي شيء، ولم يتم حتى الحصول على العدد الاكبر. ليه يا فندم؟ ده كانت الاعلانات موجوده على عينك يا تاجر وبشكل كبير جدا في الجرايد. احنا حضرتك اروكي يعني اسمح لي اشرح لك الاجراءات اللي بتتم من اجل التعاقد على وحده بمشروعاتنا. اولا هو يجب على المواطن انه يستوفي شروط وزاره الاسكان المؤهله للمشروع القومي للاسكان، بحيث انه يكون محدود الدخل طبعا. ده بالاساس، وبعد كده يتم دراسته ائتمانيا بالشركات اللي احنا متعاقدين معاها لتمويل المواطنين بمشروعاتنا، لتمويل المواطنين وليس تمويلنا احنا. عندما يتم كل هذه الاجراءات، يعني ينجح في الدراسه الائتمانيه ويدينا الورق اللي هو بيؤيد ان هو من محدودي الدخل طبقا لاشتراطات وزاره الاسكان، ويمضي على ورق اقرارات الدعم. مش الورق، مش الاوراق دي البنك طلبها يا فندم قبل ما يتعاقد معاهم؟ انا هقول لساعتك، انا بيني معلش انا بعد اذن حضرتك في نقطه بس، انا بحاول اشرح الاجراءات المتبعه، وبرضو عايز اقول ان بيني وبين بنك التعمير والاسكان النهارده في 500 وحده منتظره التشطيب النهائي لإتمام هذه الإجراءات التعاقدية، ولكن حتى الآن لم يوجد. أنا بس بعلق على حتة إن وجود عقود ممضية، لا توجد علاقة تعاقدية حتى الآن. ليه مش حضرتك، مش البنك، مش حضراتكم بعتوا خطابات للناس بتبلغوهم بالزيادة؟ لا لا برضو تاني حضرتك، أنا أحب أقول لك إن البنك هو اللي بعت بناء على الاتصالات بيننا وما بينه. يعني